إذن غنشوفو لا بارتي ليكتور. إذن عندنا تكست وأسئلة. إذن أون فا ليغ لو تكست أتنتيفمون، نقراو النص قراءة جيدة بعد نجاوبو على الأسئلة. La mosquée Hassan II. La mosquée Hassan II, elle est une mosquée située à Casablanca, érigée en partie sur la mer. Elle est un complexe religieux et culturel, aménagé sur 9 hectares et comportait une salle de prière, une salle d'ablution, des bains, une école coranique, une bibliothèque, un musée et une académie des arts traditionnels. La mosquée Hassan II est l'une des plus grandes mosquées du monde et possède un minaret d'une hauteur de 200 à 210 mètres selon les sources, le plus haut du monde. La mosquée peut accueillir une population d'environ 105 000 fidèles et la salle de prière 25 000 fidèles. Feu SM le roi, Sa Majesté le roi Hassan II, elle a fait le serment d'ériger une grande mosquée sur l'eau en référence au verset du Saint Coran qui dit le trône de Dieu était sur l'eau. Et dans le Haoulou, on a بالنسبة النص كي يدل على مسجد حسن الثاني، يعني مسجد حسن الثاني كاين في كازا، تبنى على البحر، هو مركب ثقافي وديني، فيه قاعة الصلاة، فيه الحمام، فيه مدرسة قرآنية، فيه مكتبة، فيه متحف ديال الأكاديمية ديال الفنون التقليدية إلى آخره. بالنسبة هذا مسجد حسن الثاني كي تعتبر من أكبر المساجد في العالم، إذا هو عنده واحد صومعة كبيرة اللي ما بين 200 حتى 210 إذا متر. إذا بالنسبة يعني لموسكي حسن دو كيستقبل حوالي 105,000، يعني وبالنسبة لقاعة الصلاة 25,000. إذا بالنسبة شكون يعطى الانطلاقة ديال بناء المسجد الحسن الثاني؟ هو الملك حسن الثاني. إذا هذا هو النص كيهضر على مسجد الحسن الثاني. إذا نمشيو ننتقلوا هنا، نمشيو الأسئلة وننتقلوا الأسئلة. إذا كيستيون، كيل لو تيتر دو سو تيكست؟ إذا كيقول لك لو تيتر هو العنوان، والعنوان كيكون باين. إذا كيما شفتوا العنوان كيكون عندها كتابة غرا، يعني مختلفة على النص، كيكون يعني مثلا لا طاي ديالو مختلفة على النص، يعني كيكون باين. إذا شنو هو لو تيتر؟ هو لا موسكي حسن دو. إذا لو تيتر غنكتبو لا موسكي حسن دو. إذا جنقات لا موسكي، ونكتبو حاولوا تكتبو بدون أخطاء إملائية، لا موسكي حسن دو. إذا حسن كتبو اش ماجسكول حسن دو. تخي بيان، دابا نشوف الثاني. كومبيان دو باراغراف سو كومبوز دو تيكست؟ شوف رد معايا البال، ما كيكون عندي هاد لا لينيا، شنو هي لا لينيا؟ هو الفراغ اللي كنخلي في بداية الباراغراف، اللي كيدلي على بداية الباراغراف. ها الأولى صافي كيكون عندنا باينين لي باراغراف، ها الأولى، ها الثانية، ها الثالثة. يعني شحال عندي باراغراف؟ إليا تخوا باراغراف. إذا نكتبو إليا كوا؟ إليا تخوا باراغراف، إليا تخوا باراغراف. غراف أو باراغراف إس في الأخر، إليا تخوا باراغراف. دابا غنمشيو السؤال الثالث، دو كوا بار لو تيكست؟ إذا كيما قرينا بالنسبة النص علاش كيهضر؟ كيهضر على مسجد الحسن الثاني. إل بارل دو لا موسكي حسن دو. إذا لو تيكست بار، إذا إل بارل يتحدث، إل بارل دو لا موسكي حسن دو، يعني النص كيهضر لنا على مسجد الحسن الثاني. إذا دو لا موسكي حسن دو. تخي بيان. إذا بالنسبة لو تيكست يعني كيهضر لنا، ممكن نهضرو هنا نقولو إل بارل دو لا موسكي حسن دو، ولا لا ديسكريبسيون دو حسن دو، ولا ليستوريك دو حسن دو. إذا بشكل عام كيهضر على مسجد الحسن الثاني. إذا غنشوف دابا كيلي لوريجين دو تيكست، شنو هو لوريجين والمصدر؟ والمصدر ردوا البال، إما كيقول لكم إكستخي ولا لا سورس. إذا كيكون ما كيسالي النص كيعطيونا الإكستخي ديالو. إذا الإكستخي ديال هاد النص هو ويكيبيديا، أوكي، تيست سو ليسونس سي 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 بي بي. إذا نكتبو كما هو. إذا لوريجين، إذا نكتبو والمصدر لوريجين دو تيكست، ونكتبو كما هو لوريجين دو تيكست جوج نقاط. إذا لوريجين دو تيكست شنو هو؟ نكتبو ويكيبيديا، إذا هذا مصدر من الإنترنت ديال موسوعة ويكيبيديا. إذا ويكيبيديا، أوكي، ويكيبيديا. إذا تيست سو ليسونس، أوكي، سو ليسونس، ممكن تكتبو أوكي ليسونس شحال، أوكي سي 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 سي، أوكي بي إكغيك إس أ، أوكي. إذا المصدر كتبو كما هو. إذا غنشوف دابا السؤال الخامس، أو سي 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 لا موسكي حسن دو؟ إذا على حسب النص إلي سيتيي أ كازا بلونكا. إذا غنقولو لا موسكي، أوكي، سي 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 حسن دو. نجاوبو باش تعرفو كيفاش تجاوبو حسن دو.
يقع se situe, ok, فين se situe, ok, à, يعني à Casablanca. إذن à Casablanca. يعني في الدار البيضاء كمسجد الحسن الثاني. إذن شو السؤال السادس؟ Quelle est la mesure de la hauteur du minaret de la mosquée Hassan II? إذن عرجع النص. إذن هنا شنو قالوا لنا؟ Hauteur de 200 à 210 mètres selon les sources. نكتبوها كما هي في النص. إذن la mesure de minaret, إذن la mesure والقياس, ok, ديال هذيك الصومعه. Alors la mesure de la hauteur, يعني الارتفاع ديالها شحال. De la hauteur de quoi? Du minaret. إذن du minaret شحال. إذن على حسب النص شنو عندنا؟ عندنا ok de يعني من 200 ok à 210 mètres على حسب selon quoi les sources, على حسب المصادر selon les sources. نكتبوا الجواب كما هو في النص. إذن كتتراوح ما بين 200 في 210 متر. إذن قال combien de fidèles peut accueillir cette mosquée. نكيقول لك combien يعني شحال. عطاتهم رقمايا. La mosquée peut accueillir une population d'environ 105 000 fidèles. إذن نقولوا la mosquée على حسب نجاوبوا نزلوا الجواب اللي في النص. La mosquée ok peut accueillir يعني يستقبل. accueillir هي يستقبل. إذن يستقبل شحال؟ إذن ممكن يستقبل d'environ حوالي d'environ جاوبوا من النص d'environ quoi d'environ 105,000 fidèles. ok إذن جاوبنا من النص fidèles. ok alors كان هذا هو النص, كان هذو من الأسئلة وكان هذو من الأجوبة. نتمنى نكون فتكم. شكرا وإلى اللقاء وحد موفق للجميع.